نكمل مع حضراتكم ونروح لفعاليات وانشطه كتيره بقى عادت مره تانية في فروع النادي الاهلي. خلينا نروح فرع النادي الاهلي بس هنا بالشيخ زايد، انشطه مختلفه متنوعه تحديدا للمراه، منها مبادره رئيس الجمهوريه للكشف المبكر عن سرطان الثدي اللي تمت في النادي بالتعاون مع وزاره هنا الصحه. خلينا نروح نتابع التقرير ده ونرجع نكمل. طبعا بعد انتهاء ازمه كورونا انتوا شايفين الدنيا ابتدت تتحرك. النهارده احنا عندنا لجنه المراه هنا عامله ايفنتين، عامله فعاليات على حمام السباحه، انشطه رياضيه وترفيهيه، وفي المبادره بتاعه 100 مليون صحه الخاصه بمبادره رئيس الجمهوريه لصحه المراه الكشف المبكر على سرطان الثدي، موجوده من امبارح من يوم الخميس لغايه الخميس الجاي. وان شاء الله الفتره الجايه في حاجات كتير قوي، يعني حتى لجنه الطفل عندها ايفنت في مدينه نصر النهارده، حاجه اللي هي علاقه بمسابقه القران الكريم كانت معموله في شهر رمضان الكريم، وبعد رجوع النادي والانشطه وكده بنصفي الولاد دول فترتين، في فتره صباحيه خلصت وفتره مسائيه النهارده، حوالي حاجه و40 اسم متقدمين بيتصفوا ان شاء الله نكرمهم قريب. الحمد لله النادي الاهلي طول عمره متعاون معانا وطول عمره بيستقبل المبادرات الرئاسيه. احنا في نشاط عالمي دلوقتي بالنسبه للصحه في مصر، بدانا مع النادي الاهلي حمله فيروس سي وكان احسن استقبال، كان فيدباك حلو قوي. دلوقتي احنا في مبادرتين بالمشاركه مع امانه المراه للنادي الاهلي، عاملين صحه المراه وجايبين عربيه وخدمات، اعتقد ان هي مميزه جدا للعضوات. نحن بنعمل سكر وضغط برضه لنفس الفئه المستهدفه بالنسبه لنا سيدات، وفي فئه ثانيه مستهدفه اللي هو كل اعضاء النادي سواء رجال او سيدات للمبادره بتاعه الامراض المزمنه اللي بادئه بقى لها اسبوعين، والنادي الاهلي بيستقبلنا افضل استقبال بصراحه. الجروب بتاع النادي الاهلي سمعت عنها وهي كانت موجوده قبل كده يعني، بس كنت يعني متاخره فيها يعني، بس يعني اتشجعت لما لقيت كذا واحده قالت لي يعني في النادي ان هي ممكن تروح وما فيش حاجه وكده، فلقيت بصراحه هنا قياس ضغط وسكر وكل حاجه بتتعمل. مبادره ممتازه جدا وبتخدم المراه المصريه وبتعرفنا يعني ازاي نحافظ على صحتنا وازاي نبادر اننا نبتدي يعني بالخطوه ايجابيه ان الواحد يهتم بروحه قبل ما يحصل مشكله او تتفاقم او كده بالنسبه للسيدات المصريه. والله انا شايفه ان هي حاجه كويسه جدا وبتشجعنا ان احنا نعمل تشيك اب كده واحنا مش واخدين بالنا يعني، فدي حاجه كويسه يعني. جينا الصبح وفي ترتيب كويس، في نظام، كل واحد بيخش بالاولويات يعني الحضور يعني بدوره، بنقيس ضغط وبنقيس سكر، وبعد كده في فحص، الدكتور موجودة ممتازة جدا، وفي توعية كمان للسن الصغير ان ازاي تقدر تعمل فحص لنفسها. هي الحملة كانت في الثلاث فروع، طبعا عضوات كتيرة قوي يعني طلبتها مننا، فالحمد لله لجنة المرأة طبعا بعد موافقة الإدارة واتصل بوزارة الصحة، وبعد كده الحملة جت في الفرعين مدينة نصر والجزيرة، والنهاردة إن شاء الله في زايد. حملة احنا اتفقنا نعملها في الثلاث فروع، بدأنا الأول مدينة نصر قعد أسبوعين هناك، رجعنا الجزيرة قعدنا 10 أيام ورجعنا هنا بعد كده زايد. طب الغرض منها ان احنا نوفر احسن سبل الراحه، وكمان الشهر 10 ده شهر التوعيه ضد سرطان الثدي، هو اشهر سرطانات مشهوره للسيدات، طبعا ما تشهر على اي حد، من كل 8 سيدات في واحده بتصاب بمرض البريست كانسر، كل ما يكون اكتشفنا اسها بدري بيكون العلاج احسن. طبعا المبادره تبع وزاره الصحه عامله لنا حاجه كويسه جدا، العلاج كمان بيتوفر، بيقول لك هتروحي تبع صحه ايه والدنيا كده. احنا الحمله هنا بدات بقالها 3 ايام، هي من يوم الخميس بدات في اهلي الشيخ زايد، كنا قبل كده طبعا موجودين في اهلي مدينه نصر واهلي الجزيره، بس ده كان قبل الكورونا قبل ما النوادي تقفل. دلوقتي بدانا في الفرع الشيخ زايد، طبعا هي مبادره رئيس الجمهوريه، واحنا حبينا ان احنا تسهيلا على الاعضاء انها تكون موجوده في النادي بحيث ان احنا نخدم اكبر عدد من الاعضاء يعني في النادي.
شيء محترم قوي اللي بيحصل ده.